فيكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا، ان كان من داخل لبنان او من خارج لبنان، طبعا عبر شاشة مريم تي في. صباح الخير، رجعنا معكم بحلقة جديدة من برنامجنا الصباحي على الموعد مثل كل يوم، واكيد رح نرافقكم للساعة 12 انا وزميلتي داليا مزهر مع فقرات عديدة وضيوفنا اكيد ومعلوماتنا. اليوم الخميس مشاهدينا 9 كانون الاول 2021، عم نقرب اكثر واكثر من عيد الميلاد على امل انه نكون نحن جاهزين تيولد فينا الطفل يسوع بقلبنا، بقلب كل شخص فينا، من خلال اعمالنا بهالفتره، من خلال تصرفاتنا مع غيرنا، على امل انه نكون محضرين حالنا منيح. صباح الخير داليا. بونجور ريان، كيفك؟ كيف صحتك؟ الحمد لله. صباح الخير لجميع المشاهدين بقناة مريم تي في ولكل اللي عم بيشاهدونا اليوم. داليا، اليوم هيك ببداية صبحيتنا حابة احكي عن بازار كتير مهم، هو بازار العيد اللي عم بتقوم فيه الممثلة كلودين سفير تحت شعار العيد هو محبة، العيد هو عطاء، العيد هو ابتسامة، أمل صغير بحياة الأشخاص اللي فقدوا الأمل. هالبازار رح يصير بصالة عرض بنك عودة، بصالة العرض السابقة، وأكيد رح يكون بلش هالبازار الثلاثة اللي قطع بسبعة كانون الأول، ورح يستمر لغاية نهار الأحد اللي جاية ب 12 الشهر. هالبازار بمنطقة البوشرية بوجه كنيسة ماريو حنا. عم نشوف مشاهدينا بعد هلأ الصور عم تقطع لهالبازار. البازار كل يوم عم بيصير من الساعة 10 لغاية الساعة 5، وبيتضمن مثل ما عم بتشوفوا بالصور بالفيديو تيب وأدوات منزلية وألعاب وشراشف وغيرها بأسعار كتير مقبولة، وكل الربح اللي رح يطلع من خلال هيدا البازار رح يتقدم لمساعدات إنسانية ولعيال محتاجة خلال فترة العيد. فكونوا كتار مشاهدينا وزوروا هالبازار، حتى لو يعني حتى لو اشترينا بشي بسيط بس بنكون عم نعمل فرق كبير. وإذا حدا من المشاهدين بحاجة لمعلومات إضافية في يتصل برقم الممثلة كلودين سفير 7682254. داليا، بالفعل كثير مهم بهيدي الفترة نكون مثل ما قلت بالمقدمة عم نفكر بغيرنا، بالفعل عم نساعد يعني قد ما فينا حتى لو بشي بسيط. الغريب واللافت ريان انه عن جد قديش في خطوات هيك اليوم انسانية، عن جد في اقبال مش طبيعي لمساعدة الثاني، يعني هذا الشيء اللي ما كنا نحن عن جد عارفينه قبل، يعني مثل ما بيقولوا بالازمات بتبين الاشخاص، وفي كثير هيك حملات انا بصراحة يعني كل يوم عم نسمع في مبادرات شخصية، مبادرات فردية، في ناس عم عن جد عم مش بطلت الأنانية هي بس اللي بتجمع الأشخاص، يعني ما بدنا نقول إنه منيح اللي صار هيك ظرف لنشوف هيك حملات وهيك إنجازات وهيك تحشات، بس عن جد شيء كثير حلو، شيء بكبر القلب. يعني حلو هيك حتى لو مبادرات فردية مثل ما قلتي، يعني بتكون عم بتساعد. هلا أكيد الجمعيات عم تعمل عمل جبار، ولكن هالمبادرات كمان عم تعمل طبعاً فرق كبير، ونحن علينا كل شخص فينا إنه يعمل هيك مبادرة صغيرة حتى لو شيء بسيط. بالفعل. كمان بصبحيتنا لليوم داليا رح نكون عم نحكي عن الحبر الأعظم اللي اختتم زيارته لقبرص ولليونان، وزيارته هي الأولى من عقدين للعاصمة اليونانية. هالزيارة لقبرص دامت يومين، دين خلالها ممارسات العبودية والتعذيب بالمخيمات تبع المهاجرين، وشدد على اللقاءات الأخوية بين الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية، وكان قد التقى البطريرك بشارة الراعي والرعية اللبنانية بقبرص، وذكرت الحكومة القبرصية أنه 50 مهاجر رح ينتقلوا لإيطاليا بفضل قداسته، وهالشي يعني كمان رح يخلي بعضهم ينتقلوا لليونان. هالزيارة بالفعل داليا كتير مهمة، دايما هيك زيارة البابا بيكون فيها سلام معين وبتعطي طمأنينة بالأنفس، وقدي حلو نحس انه نحنا كمسيحيين عنا كنيسة هيك عم نلجأ لها وعنا بابا سند لقلنا. كتير حلو هالزيارة، وعم بيلتفت للأشخاص اللي هنا أضعف بالمجتمع، الأشخاص المهاجرين، الأشخاص اللي عم بيتعذبوا من بلد لبلد، طبعا وضعهم منه هين. بالفعل ريان عن جد يعني مباركة الجهود، إن شاء الله أكيد إن شاء الله يعني على يزورنا كمان بلبنان. نحن أكيد يعني نحن يمكن أكثر حدا ناطرين سلام هالأيام، يعني
وعون هيك شيء إلهي. على أمل، على أمل. عم نشوف بعض هلأ الصور كمان لهالزيارة عم بتبين قدامنا مباشرة على الشاشة. مشاهدينا رح ننتقل هلا لاحوال الطقس لليوم. طقس اليوم الخميس 9 كانون الاول 2021 رح يكون غير مستقر، غائم وممطر مع عواصف رعدية بتتحول لمحلية بساعات النهار، وتساقط للثلوج على ارتفاع 1700 متر، والحرارة بتتراوح على الساحل بين 13 و19 درجة أقصاها، أما بالبقاع 5 ل 14 درجة، أما على 1000 متر تتراوح الحرارة بين 6 ل 13 درجة أقصاها. الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بتنشط خاصة على الساحل، وبتسجل سرعة الرياح 30 ل 50 كيلومتر بالساعة. مشاهدينا بطلب منكم تتوخوا الحذر وتسوقوا على مهلكم طبعا، وإذا كنتوا طالعين على الطرقات الجبلية تنتبهوا من الضباب، وما تصفوا سياراتكم تحت الشجر أو تحت العواميد الكهربائية. رح ننتقل هلأ مشاهدينا على فقرة قديس اليوم. نستذكر اليوم مشاهدينا القديس فرانسيس باولا اللي ولد بمدينة باولا بإيطاليا سنة 1416 من والدين فقراء وكتير تقيين، وندروه لخدمة رهبان مار فرانسيس لمدة سنة، وهالرهبان أعجبوا بهالقديس وحبوه كتير. بعدين انفرد هالقديس بمغارة لمدة 6 سنوات، وكان يمارس التقشفات والصلوات الحارة، وكان يأكل الخبز والحبوب بس مرة واحدة كل يوم. فاشتهر وتلمذوا لقلو كتير من الأشخاص، فأنشأ كنيسة حد منطقة باولا، وعمل دير أيضا قعد فيه هو وتلاميذه، وما كان عمره بوقتها إلا 19 سنة، وكانوا الناس يحبوه كتير ويحترموه، وعطى الله القدرة على القيام بالعجايب، ووضع قوانين لرهبانه، وأثبتها البابا ساكتس الرابع سنة 1474. ومرض الملك لويس 11، فطلب البابا انه يرسلوا القديس فرانسيس، فاجا وعزاه وحضروا ليلاق الرب. وقد ما كان هالقديس متواضع لقب رهبانه بالاخوه الاصغرين. مات بفرنسا سنة 1507، وعينوا البابا ليون العاشر قديس سنة 1519. صلاته معنا اكيد امين. هالقديس مشاهدينا بيعلمنا انه القداسه مش بعيده عن حدا، وكلنا فينا نكون قديسين. رح نكون هلا مشاهدينا مع المتفرقات لليوم. مشاهدينا بالمتفرقات لليوم رح نحكي عن سابقه لشركه ديزني اللي عينت لاول مره امراه لتولي منصب رئاسه مجلس الاداره، بحيث عينت شركة وولت ديزني لأول مرة من 98 سنة امرأة اسمها سوزان أرنولد لتولي منصب رئاسة مجلس الإدارة اللي كان يشغله زميلة بوب إيجر. وكانت سوزان عضو بمجلس إدارة الشركة لمدة 14 سنة، وكمان كانت عاملة قبل بمناصب عالية بأكبر شركات أمريكا من بين عملاق السلع الاستهلاكية بروكتر أند كامبل وسلسلة مطاعم الوجبات السريعة ماكدونالد. أما بالنسبة لزميلة فرح يترك الشركة بعد ما قدم استقالته بنهاية الشهر الحالي، وهو انضم لشركة ديزني عام 1996 وعمل فيها لمدة
ايضا 15 سنه، اكيد قدم للشركه ديزني انجازات عديده، ولكن صار الوقت انه يسلم منصبه لحدا ثاني، ولحسن الحظ انه هالحدا هو امراه. يعني الف مبروك لسوزان، وهي بتعلمنا انه نكون نحن كنساء قوية، وانه النساء فيهم يعتلوا مناصب كثير كبيره وما في شيء بعيد عنهم. مشاهدينا هلا رح نكون مع فقره زميلتي داليا، شو عنا اليوم داليا بفقره القضايا الاجتماعيه؟ اليوم موضوعنا ريان هو عن الوقت. الوقت اللي هو اليوم محدد اساسي بحياتنا. عند كل انسان الوقت هو اغلى شيء ممكن يملكه بحياته. أكيد. لهيك نحن في حال استثمرناه بطريقه ايجابيه لنوصل لتحقيق الفرص والنجاح، بنكون نحن عم نستثمره صح، واذا استثمرناه بطريقه بدون تخطيط نكون نحن عم نتحول لاشخاص غير كفؤين وعم نقرب من خاصيه الكسل. لهيك كثير مهم نحن انه نعرف نستفيد من بدايه حياتنا، نكون محاطين باشخاص بدلونا صح على كيفيه تنظيم وقتنا وترتيب وقتنا. كثير بنسمع ريان انه بيقولوا انه معنا 24 ساعة ما بنلحق نعمل كل هيدا الشيء. بحب اقول لهم انه حتى بال 24 ساعة نحن عن جد بنقدر نخلق من الاشياء، وبنقدر اذا في حال نظمنا وقتنا بنقدر نعمل كل شيء. لهيك نحن ال 24 ساعة اكبر العباقرة والناس اللي عن جد وصلوا حققوا مستويات عالية من النجاح، بعتقد كانت ساعاتهم اليومية هي بس 24 ساعة. هلا نحن انه يكون عندنا إدارة حكيمة للوقت بتبلش من ذاتنا ريان. كثير مهم مشاهدينا انه يكون عندنا حسن إدارة للذات، يعني نحن انا لننظم وقتي بدي يكون انا عنصر او فرد قادر بشكل جدي انه يضبط يعمل كنترول على ذاته. الاول شيء انا لا اقدر اضبط وقتي، بدي اقدر اضبط ذاتي. من هون بتبلش ريان معيار تنظيم الوقت، معيار تنظيم المواعيد. من هون كمان انا فيني صنف شخصيتي بالمجتمع، اذا كانت شخصيه مجتمعيه بتمتع بمعايير صائبه او لا. فعشان هيك المعيار الوقت وفن إدارة الوقت هي مسؤولية بتقع على كل شخص. إذا بدنا نحكي شوي عن كيف نحن ممكن ندير الوقت وكيف نحن يكون عندنا إدارة سليمة للوقت، أول شيء بدي بلش ببداية نهارنا. مشاهدينا نبلش نهارنا من أوله، نفيق بكير طبعا، نحط تخطيط لنهارنا، يكون عندنا فن إنه نقول كلمة لا. وهون كمان كتير بدي أحكي ريان عن إنه نحن نكون عنا نقدر نقول كلمة لا بدون ما نكسر خواطر الآخرين. إذا صحلنا مشروع، صحتنا قاعدة مع أصدقائنا، مع أهلينا، مع رفقاتنا، ما يكون عنا هيدي الطريقة الجارحة إنه نحن نتمنى عن القعدة أو عن الظهرة لنتابع إنجازاتنا ونتابع طموحنا. لهيك نحن يكون عنا فن بإنه نقول كلمة نو على مشروع، ونحن يكون عنا من هون ببلش كمان قديش عنا نحن كنترول على حالنا، انه نحن نقدر ننظم اوقاتنا بطريقه سليمه. وهون بما انه نحن كمان من وحي المناسبه، من وحي هيدي الاجواء والظروف اللي عم يقطع فيها البلد، بدي اشير لمفهوم التطوع. قديش التطوع هو مفهوم بعزز تنظيم الوقت. هو التطوع ريان هو الشيء والعمل المجتمعي والاجتماعي الوحيد اللي انا بكون عم بعمل عم ببذل فيه وقت، وانا عم بحسه اكثر مجدي لالي وللمجتمع، وبالتالي هو اكثر العمل اللي انا بقدر اعمله اكثر وقت ممكن اعمله وبلاقي وقت فراغ. فعشان هيك مشاهدينا خلينا نستفيد من وقت بخطوات اكثر مجديه لالنا وللمجتمع. يعني بالفعل 100% مثل ما عم تقولي داليا، كتير لازم نستفيد من الوقت. يعني ومع هالمعلومات القيمة اللي اعطيتينا اياها رح نروح هلا مشاهدينا مع تأمل روحي، ومن بعدها دغري رح نروح لبريك صغير وبنرجع منباشر باستضافة ضيوفنا. خليكم معنا. بداية هالتأمل رح نصلي لنقدر نستقبل الطفل يسوع بالميلاد، مش بمزود بارد بقلوبنا، بل بقلب مليان حب وتواضع، بقلب بدفيه حبنا لبعضنا البعض. وهالشي ما بيتحقق إلا بالغسيل، نعم غسيل القلوب
من خلال الاعتراف الكامل وتطبيق وصية الرب اللي بيقول: كيف بتقول انك بتحب الله اللي ما بتشوفه وقت اللي ما قدرت تحب خيك الانسان اللي بتشوفه؟ الاعتراف بينظف وبيملينا من فضيلة التسامح والغفران، وإلا ما في معنى للميلاد، وبقى مجرد تقاليد وحفلات فاضية مثل الدق على الصنج. الملاك ظهر ليوسف وقال له: ما تخاف تاخد مريم امرأتك، فالمولود فيها إنما هو من الروح القدس. خلونا نوثق بالروح القدس، روح التجديد والتغيير، ونسمح له نحمل بقلوبنا بكياننا الطفل يسوع، إله المحبة والتسامح والرحمة. إذا بعدك ما اعترفت بزمن المجيء، خذ قرار اليوم وقصود كاهن رعيتك، نظف قلبك، صالح خيك الإنسان، بلش عبي قلبك